الطاقة الذرية السابقة معي عبر الهاتف من القاهرة. أهلا بك دكتور يسري. يعني أيضا السؤال هو حول هذا القرار، قرار العقوبات، برأيك هذا القرار الذي انبثق أمس من مجلس الأمن الدولي، ألا يمكن قراءته بأنه رفض لإعلان طهران مع تركيا والبرازيل وبالتالي رفض لكل الحلول والمقترحات الدبلوماسية؟ هو مش مجرد بس رفض يعني للموافقة الإيرانية، لأن إيران وافقت على مقترح الوكالة، لكن يمكن توقيت الموافقة جاء متأخر في تقديرهم يعني، وإن إيران طبعا ما زالت مستمرة في التخطيط وأنتجت كميات كبيرة، فما حققتش الغرض من اللي كانوا عايزينه في شهر أكتوبر. نعم. لكن عايزين يبينوا كمان إنه لا، العقوبات دي لأن إيران عندها مخالفات أخرى وانها لازم ترد، وان دي كثمن لعدم الوضوح في الرؤيه والى اخره. انا بس تعليقي في النقطه ده هي بقول انه انا يعني متابع للملف الايراني كويس، مستغرب ان القاضي اللي بيحكم وهو مجلس الامن بيحكم بدون ادله. يعني فين الادله اللي بتقول ان ايران عندها مخالفات حقيقيه وجسيمة اللي تخلي القاضي يحكم بالاتهام ويطلع حكم يطبق على دول العالم كلها كمان؟ فأنا الحقيقة بستغرب الملف الإيراني، ملف الوكالة نفسها اعترفت سنة 2008 بأنه النقط الأساسية بينها وبين إيران اتحلت، وأنه الجزء الوحيد، السؤال الوحيد متعلق بمخابرات، أسئلة في المخابرات او يعني بعض الشكوك المخابراتية اللي ما فيش اي اثبات عليها. فالنهاردة انت بتعقب على ايه؟ في نفس الوقت انا مع الاسف يعني شايف ان مجلس الامن فشل الاسبوع اللي فات في قضية كانت واضحة جدا، وهي اسرائيل واعتدالاتها في على اصول الحرية ومخالفتها لجميع الشرائع والقوانين لأجماع العالم كله. نعم. وفشل انه حتى يدخل اسم اسرائيل في القرار. فانا طيب يعني ترى ان القرار 1929 دكتور يسري يعني جاء بالمصادفة ام لا؟ يعني مع ما جرى مع اسطول الحرية، وهناك يعني ما يتحدث عنه داخل فلسطين ان كان فيما خص القدس او الحصار على غزة، هل التوقيت برأيك بريء ام لا مقصود؟ ان يعني هنشوف ايه ده، هي الحكايه الاسبوع اللي فات والاسبوع ده. يعني النهارده هناك رغبه بحرف الانظار عما يجري في فلسطين. يعني النهارده انت بتحول الانظار زي ما حضرتك بتقول الى قضيه غير موجوده. يعني انت بتوجه عقوبات بدون اتهام. نعم. هو فين ادله الاتهام؟ هتقول لي تقرير الوكاله اللي طالع، طب ما هو تقرير الوكاله ده فيه ايه؟ لو انا بقى امسكه فنيا كفنيا محلل فني الاقي انه ما فيهوش ولا حاجه الا تقرير المخابرات اللي هو بيسموها ميليتري دايمنشن، الابعاد العسكريه. هي نعم. عباره عن ايه؟ يعني لما تيجي تمسكها تجد لك ولا حاجه مثبته، كلام كله واحد هربان من ايران بيقول كان بيشتغلوا بحاجه كده او بحاجه اللي بيسميها جرين سولت مش عارف بيقول لك ايه. طب هو فين الاثبات؟ يعني انت كمجلس امن، وبعد كده انا اللي انا مش موافق عليه برضو، انت مجلس الامن بتاخد قرارك بالنيابه عن دول العالم، فالقرار طلع تبع الفصل السابع اللي هو دول العالم مجبره انها تنفذ العقوبات ده. هي يعني لو اي دوله ما نفذتش هي نفسها تعاقب العقوبات باي طيب. صفه يعني باي صفه مجلس الامن ده ياخد الـ يعني المقدمه ان هو يحكم باي دوله في الدنيا اي قرار بيطلع فيها في حكومه وفي مجلس شعب وفي رئاسه كل وفي طعم في القوانين قبل ما يطلع اي قرار، انت بقى بتطلع قرار وبتقول واجب التنفيذ بجميع دول العالم. انا شايف انه في حقيقه عدم توازن في القرارات وعدم عداله. طيب. واحزنني جدا موقف روسيا والصين، يعني برضه خلاص بقى العالم دلوقتي
صاحب اتجاه واحد بس. أشكرك دكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي وكالة الطاقة الذرية سابقا، كنت معي من القاهرة. سيد مارستون، يعني سمعت الدكتور يسري، أذكرك بأنه كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعاطى مع البرنامج الإيراني في السابق، يقول لا أدلة تدين طهران وبالتالي الحكم هو حكم سياسي. ويضيف أكثر من ذلك، يعني تعمدت واشنطن ومن معها بأن تحرف الأنظار عن القضية الأساس، أي الجرائم الإسرائيلية التي تحصل في فلسطين. تفضل باختصار. هذه الجهود جميعها في مجلس الأمن تأتي بتوازن وتعاون كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني هذه الجهود مبنية أساسا على القرارات والبحوث من قبل هذه الوكالة. حسب الوكالة نفسها، إيران لم تتعاون مع الجوانب العسكرية لبرنامجها وإبداء التعاون والشفافية في هذه القضايا، إضافة إلى ذلك فيما يخص مفاعل القم وغيرها لم تكن هناك التعاون الضروري في هذه القضايا.